أنا لا أريد أن أدافع عن صحفية فقط لكوني أنا صحفي، ومن الطبيعي يعني أتضامن مع صحفية، لكن هذه الصحفية بالذات كأنها اختيرت اختيارا من رب العالمين. مسيحية من القدس تقتل عشية يوم النكبة على أيدي الصهاينة المحتلين أنفسهم، هي إذن شهيدة فلسطين. وبالنسبة إلى كلمة الشهيدة، هسه ما نريد ندخل إحنا في سجال ديني، لأن نعرف جيدا أن القرآن الكريم فيه آيات بينات واضحات فيما يتعلق بالجنة، من يدخل الجنة، الجنة ليست حكرا على المسلمين، ومن المسلمين يعني أبو بكر البغدادي يدخل الجنة مثلا، ولا تدخل الجنة شيرين أبو عاقلة، وبعدين منو إحنا نتدخل في شؤون الله، شؤون الخالق؟ إحنا حتى المسلمين كبار العلماء وكبار العرفاء من يتوفون، أنت تأمل تتمنى له أن يرحمه الله ويدخله الجنة، لكن ربما لا يريد الله. الله يعرف أكثر منك ومني، الله يعرف منو اللي يريد الجنة ويدخل الجنة ومنو ما يدخل الجنة. بس في هذه المرحلة بالذات، وأنت ترى للموت هيبة، الموت بشكل عام له هيبة، له سلطان، يفرض نفسه على الناس، يجب أن يجعل الناس يخشعون للموت، مو النوبة الموت الذي يجري بطريقة الغدر، الغدر صحفية ولابسة كل ما يدل على أنها صحفية، وبعدين هي معروفة يعني في فلسطين، وكم صحفي، وبالقدس تحديدا كم صحفي موجود يعني في هذه الأماكن معروفين، فتقتل غدرا وصبرا